السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي. اليوم جيتكم بون كيك، كيكة التم رائعة لذيذة ومغذية، مليحة الأطفال، مليحة الخرجات، بدو معاكم في خرجات النزهة. المقادير كالتالي: زوز كيسان ونص فارينة، 125 غرام زبدة، حوالي 200 غرام تم مقطع أو كوب، كوب من السكر، 2 حبات بيض، معلقة صغيرة من الهيل، بك نص مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة ونص بيكربونات، مغرفة صغيرة ونص خميرة الحلوى، وعندنا كوب من الماء أو يغلى. هاو الماء، كوب من الماء المغلي، نزيدو عليهم كوب من التمر المقطع، والهيل، خليهم على جنب، خليهم على جنب حتى نكملوا الوصفة. الخطوة الموالية هي نغلطوا المواد الجافة، نحطوا فارينة، وبيكربونات، والملح، وخميرة الحلوى. نغلطوها حطينا الزبدة والسكر وضربوهم على الغرفة وبالعقلات نكملوا الضغط مليح حتى تخلص 80 طومات. كي راح نزيدو البيض، نزيدو البيض حبة بحبة، البيضة الزوجة، خلطة تلميح، نزيد المواد الجافة، نزيد خليط التمر والماء، تداول. رفع الزوجة، زيدو خليط،
التمر. ريحة التمر والهيل هايلة روعة. ندخلو الخليط مليح، نحطو في القالب. خلطنا الخليط مليح، تكون هكا تقيل يجي قوي تاعو. نجيبو مول عادي تاع نص كوتشو وندهنو بالزبدة والفارينة وشوية الفارينة، ونسخنو الفوق مسبقا على 180 درجة ونفرغو الخليط. ويجي تقيل شوية الخليط هنا، وتقدروا ديروهم في مول انديفيديال صغار. هذه كيكة رائعة بنة سيوها، إن شاء الله تعجبكم. نقدموها بالتوفي بالصوص كراميل، تجي روعة، يحبوها الدراري. كملنا حطينا خليط الكيك في المول، سويناه شوية وندخلوه الفرن 180 درجة 45 دقيقة، ساعة غير ربع. في نص ساعة نبداو نتفقدوه. باش نديرو التوفي لازم منا كاس سكر، نص كاس كريمة الخفق، ومغرف كبيرة زبدة. ونروحوا فوق النار ونديروا الطوفي سخن الكاسرونة، نحطوا السكر، نحطوا الدفعة الأولى هكدا، نخليوها تدوب. كي نشوفوها بدات تدوب نزيدوا الدفعة الثانية تاع السكر. كي دبنا زدنا الدفعة الثانية تاع السكر. كي يدوب شوية السكر نزيدوها لا كريم فريش، نزيدوها الزبدة ولا كريم فريش كون سخناها في الميكرووند، نحركوها غير هكدا ما نحركوش السكر حتى نشوفوه داب. خليه يدوب في هذه اللحظة، كي نشوفو داب السكر عاد ما يبانش نحطو الزبدة. نزيدو لا كريم فريش، دوبالكم دوبك كما كعمل واعر الحريق تاعو. نخليوه يغلى شويه يتجانس. نزيدو له رشه ملح باش يعدلنا الذوق.
كي يتجه للزقع نصفيوه ونخليوه يبرد ونقدموا به الكيك. جدد الطوفي تاعنا نصفيوه في وصفات كاش حاجه ما دابتش ولا تصفى. رائع، كي يبرد يزيد يتماسك. صدقوني وصفة رائعة، سيوها. وهذا الطوفي كريم او بيغ سالي، هذا ينفعكم في حوايج بزاف، في الدار، نكملو الطوفي رائع بنتو. نزيدو لها نص مغرف فاني ونخلطو. رائع، كما يبرد يزيد يتماسك. رائع، نخليوه يبرد كي نقدمو الكيك تاعنا، نقدمو معاه. راهي وجدت الكيك تاعنا ودرنا لها من فوق الطوفي، جات رائعه. ان شاء الله تسيوها وتعجبكم. ديروا نجام واللي دخل جديد يدير لنا ابوني. ان شاء الله كاين كل جديد. سلام، على خير.